أعزائي طلاب وطالبات سنة تانية إعدادي، ألتقي بكم من جديد. معكم مستر وجدي نبيل. النهاردة إن شاء الله شرح وحل كتاب جيم 2025، بداية وحدة جديدة إن شاء الله. عندنا يونت 3 lessons 1 and 2 great jobs. لو هنترجم ترجمة حرفية هتبقى وظائف رائعة، ولكن أنا بفضل في هذه الوحدة إن نقول great jobs، وهي أعمال رائعة. في أول تعليق أسفل الفيديو هتلاقي أكثر من رابط، هتلاقي فيه رابط يوصلك لقائمة تشغيل أو بلاي ليست يكون فيها شرح وحل تدريبات كتاب الأضواء أو كتاب جيم. لغاية دلوقتي 11 فيديو، وبعد كده برضه في قائمة تشغيل شرح وحل تدريبات كتاب المعاصر لغاية دلوقتي فيه 13 فيديو، وبعد كده برضه في قائمة تشغيل أو بلاي ليست يكون فيها هاو تو رايت أ باراجراف، هاو تو رايت أ ريفيو، هاو تو رايت أ بايوجرافي، أند هاو تو رايت أن إيميل. طبعا قائمة تشغيل رائعة جدا، فيها لغاية دلوقتي 42 فيديو. طبعا النهارده ان شاء الله هنشتغل بداية من بيج 90 لغاية 103، من 90 لصفحة 103. طبعا معروف فيديوهاتنا بتكون طويلة شوية، لان احنا من الاخر كده بنقول لك كل حاجة تخص lessons 1 and 2 unit 3. يلا يا ابطال، عندنا بداية من بيج 90 صفحة 90، هقرا لك الكلمة مرة واثنين وثلاثة، هشرح لك كل حاجة وهنشرح اجزاء الجرامر ونحل تدريبات. عندنا كي فوكابولري، المفردات الرئيسيه، اتاك، اتاك، طبعا الاي دي هنا عشان تبقى الفعل الماضي اتاكت، طبعا في يعني فيرب، بريف، بريف، كومبيتيشن، كومبيتيشن، ديت اوف بيرث، ديت اوف بيرث، فاينل، فاينل، هاند بول، هاند بول، جونيور، جونيور، كي دايف. الكلمة دي ممكن تبقى كدايف أو كديف، يعني في أجانب بيقولها كدايف، في ناس يقولها كديف. إحنا نروح للخديو نفسه ونقول له أنت بيتقال اسمك إيه، يا إما كدايف أو كديف، يعني مش هنختلف كتير على هذه الكلمة. ميديسن، ميديسن، تشاريتي، تشاريتي، تشاريتي وركر، تشاريتي وركر، ساينتست، ساينتست، ناشونال، ناشونال، نيوكليير، نيوكليير، نووي، باترون، 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 برنسس، برنسس، سينيور، سينيور. خلي بالك احنا عندنا سينيور وجونيور، طبعا جونيور طبعا دي مبتدئ او ناشئ، عندنا هنا دي الاكبر سنا او خبره، او الاكبر خبره يعني. عندي شارك، شارك، سكسسفول، سكسسفول، تيم ورك، تيم ورك، تريتمنت، treatment، hero. طيب عندي بعد كده الوظائف، احنا خدنا معلش كلمة الوظائف دي اللي هي ايه تبع charity worker و scientist، ما فيش مشكلة نكمل عليهم. عندنا هنا sports coach، sports coach، مدرب رياضي. عندي heart surgeon اللي هي جراح ايه، جراح قلب. نكمل عندنا هنا additional vocabulary بالمفردات الاضافية. عندي against، against، daughter، daughter، die، die، event، event، improve، improve، the Africa Cup of Nations، the Africa Cup of Nations، land، land. خلي بالك land يعني أرض، ولو كانت verb بمعنى يهبط. preparatory، preparatory، pleased، pleased، primary، primary، university، university، the under 19 World Cup final، the under 19 World Cup final اللي هو نهائي كأس العالم تحت 19 سنة. يلا نبدأ يا مستر وجدي مع بعض. تشيك بوينت، في تدريبات جميلة جدا هنحلها مع بعض. عندي تشوز اند كومبليت، عندي كلمة امبروف يعني يحسن او يطور، عندي كدايف اور كديف، داي اند ديت. عندي هنا نمبر 1 برنسس فاطمة اسماعيل ووز ذا دوتر اوف سبيس اسماعيل، يبقى الأميرة فاطمة دي، الأميرة فاطمة إسماعيل كانت ابنة الخديو إسماعيل، فبالتالي هنا نقول كدايف، خلينا نمشيها كدايف يعني، لأن أنا سمعتها كده كدايف أو كديف يعني. This site asks for your name and your space of birth، الموقع ده بيطلب منك اسمك and your date of birth وتاريخ إيه ميلادك. To log in،
number three, I practice a lot to space in playing the guitar. يعني أنا بتدرب كثيرا حتى to improve لكي أتحسن أو أتطور في الجيتار. طبعا عندنا هنا حبايبي، طبعا احنا كل مره بنقول لك ان يعني ناون، في يعني فيرب فعل، اي دي جي يعني ادجكتيف صفه، ادفيرب اللي هي ظرف، عندنا بريبوزيشن او بي ار اي بي بريبوزيشن، وبعد كده عندي سي او ان جي اللي هي كونجنكشن اللي هي كلمه ايه، كلمه ربط. نبدا بعد كده صفحه جديده، عندي لانجوج اكسبريشنز التعبيرات اللغويه. طبعا بيبقى عندك الكلمه مش مترجمه بالعربي هنا طبعا ملهاش، لان لما بترتبط بكلمه تانية بيختلف شويه الترجمه. يعني عندي دو اكسبيرمنتس يعني يجري تجارب معمليه اللي بتبقى في المدرسه مثلا، احنا في المدرسه في المعمل في اللاب بتعمل تجارب في المعمل او العلوم، بيبقى تو دو اكسبيرمنتس، دو هوم ورك يعمل واجب وهكذا. عندي جيت، هنا جيت يعني يحصل على، جيت ا برايز يحصل على جائزه. عند لوز، لوز لاج يفقد ساقا، هنشوف الجزئيه بتاعت الريدنج بعد شويه. عندي ميك ا هيرو، ميك ا هيرو يعني يصنع بطلا. بعد كده جزئيه البريبوزيشنز مهمه جدا في اي درس، في اي جمله انت بتخبط فيها كده اهو، معظم الجمل حبايبي بيبقى فيها بريبوزيشنز، يعني اكتر من 95% من الجمل اللي انت بتقراها بيبقى فيها ايه، بريبوزيشنز. نشوف مع بعض، طبعا هنشوف كل ده جزئيه ريدنج، الجزئيه الخاصه بالبريبوزيشنز. عندي باي بواسطه، يعني باي فيرب بلس ان جي، يعني يو مثلا يو كان وين ات فوتبول باي سكورينج ذا موست جولز، باي سكورينج. good or the best بيجي بعدها preposition at، جيد او الافضل في، help with يساعد في، look inside the body يعني ينظر داخل الجسم اللي هو السيرجن اللي هو اللي بيعمل طبيب جراح عشان تو يجري عمليه جراحيه، play for يلعب ليه لصالح نادي معين، فلان الفلاني ده plays for نادي معين. عندي throw into يرمي في داخل، was born in يعني ولد فيه، قد تكون سنه او قد يكون بلد، with heart problems يعني ايه، ذو مشاكل في القلب. طبعا عندنا الجدول ده مهم جدا، conjugation of regular verbs تصريفات الافعال الغير منتظمه. الافعال الغير منتظمه اللي هي الفيرب اللي هو الماضي بتاعه ليس باضافه ايديه. خلي بالك يا بطل، هنا جزئيه الجرامر النهارده ذا past simple tense وخدناه كتير، يعني خدناه في سنه اولى اعدادي، كان يونت 5 اعتقد، كان يونت 5 كان بمعنى او كان بوحده اسمها هوليديز على ما اعتقد يعني. طيب نشوف هنا مع بعض، عندي بيكم يصبح، بيكيم بيكم، احيانا يكون المضارع زي التصريف الثالث. بعد كده لوز، لاست، لاست الماضي زي التصريف الثالث. مين، منت، منت الماضي زي التصريف الثالث. عندي ثرو، ثرو، ثرون، ثرو، ثرو، ثرون، الثلاثه غير بعض. نيجي بعد كده words and opposites، الكلمات والعكس بتاعها، الكلمات والمضاد بتاعها. العكس اللي هو الopposite او بدل كلمة opposite بتساوي كلمة antonym. عندي الword والopposite، الopposite اللي هو الantonym، هنشوف مجموعتين من الكلمات. عندي هنا dangerous، dangerous الopposite بتاعها safe، dangerous يعني خطير، safe يعني آمن. عندي ال يعني مريض او عليل، عندي وال بصحه جيده، عندي فيميل طبعا عكسها ميل، عندي جونيور عكسها سينيور اور اولدر، مبتدئ او ناشئ، هنا اكبر سنا او خبره. عندي نيرفس يعني دي صفه نيرفس عصبي او متوتر. عندي بيشنت يعني صبور، واذا كانت بيشنت ناون بتبقى بمعنى ايه، مريض، الشخص المريض يعني مش الصفه مريض. بعد كده عندي بريف عكسها ايه، كاورد. نيجي بعد كده الجزئيه مهمه جدا جدا جدا، نحل التدريب ده. عندي تشيك بوينت، تشوز اند كومبليت. عندي ثروينج، ات، وذ، سيف، لاست. انا مش بفضل ترجمه الجزئيه دي ترجمه حرفيه، وخاصه لو بريبوزيشنز، يعني تيجي تقول لي البريبوزيشن ات يعني ايه، وذ يعني ايه، لا شوف الجمله فيها ايه وبعد كده هتعرف الدنيا ماشيه ازاي. عندي نمبر 1، اي سو ا بيرد وذ وان ليج، I wonder how it spaces its other leg. يعني أنا رأيت طائرا بذو أرجل واحدة، أنا بستغرب أو أتساءل how it lost هنا، سوري هنا lost يا حبايبي، هنا lost its other leg.
بعد كده number two, the opposite of danger is safe. The opposite of danger is a safe. عكس dangerous is a safe. بعد كده عندي number three, Sara is good space drawing. Sara كويسة في at drawing. Good at عكسها bad at. بعد كده number four, you can score in handball boy. اللي احنا قلناه من شوية. You can score in football by scoring the most goals. أو هنا في الهاندبول يبقى by throwing the ball into a goal. نيجي بعد كده عندي language notes وملاحظات لغوية عندي هنا مهمة جدا دي. كل حاجة على فكرة احنا بنقولها مهمة صراحة يعني مفيش حاجة ينفع نعديها. طالما موجودة في الكتاب طبعا كتاب المعاصر أو كتاب جيم في معلومات كتير جدا في معلومات بيجيبها جيم ما بيجيبهاش المعاصر أو العكس يعني. لكن انا يعني انا بقول ان تدريبات كتاب جيم بتكون اكتر بكتير صراحه من المعاصر بدليل ان فيديوهات الفيديوهات لو انت بصيت على القناه الفيديوهات الخاصه بجيم بتكون اطول من الفيديوهات اللي تخص المعاصر. ما علينا. عندي work as يعني يعمل كوظيفه. انا مدرس مستر واجدي. I work as a teacher. هنا مثلا my father works as a teacher. يبقى works as يعني يعمل ك. He stopped his work as a surgeon. يعني توقف أو بطل شغل يعني عن عمله كطبيب جراح. عندي the first space to infinitive. يقول لك there they were the first team. كانوا الفريق الأول from Africa to win the under 19 World Cup final in 2019. طيب عندي بعد كده number three. عندي هنا use بستخدم حاجة معينة to 2 زائد المصدر او 4 plus ing. يعني I use a pen to write. I use a pen for writing. هنا عندي الجزئية دي هنا ancient Egyptians doctors الاطباء القدماء المصريين use the plants كانوا بيستخدموا او استخدموا النباتات. يا اما تقول to help or for helping. لو قلت to يجي بعدها فعل في المصدر. لو قلت for يجي بعدها gerund for helping or to help people with burns. اللي ساعد الناس اللي كانت في الحروق يعني. بعد كده عندي هنا subject اللي هو الفاعل. عند last past simple we last saw Mr. سعيد 3 days ago. يعني هنا آخر مرة شفنا فيها مستر سعيد كان من 3 أيام. كان من 3 أيام. طبعا الجزئية دي past simple ونجي لها بالتفصيل بعد شوي. عندي هنا checkpoint choose and correct the choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, in the race, Rana was the first space to finish line. يعني في السباق رانا كانت أول واحدة اللي هي إيه؟ أول واحدة تكسب أو تعبر خط الإيه؟ خط النهاية. عندي هنا to cross. إحنا لسه واخدنا من شوية. To cross. عندي number two, I last space my grandma a month ago. الجملة دي يعتبر شرحها اللي هي الجزء اللي فاتت number 4. يبقى I last visited. Number 3, the teacher used some drawings space the lesson well. يعني المدرس أو المعلم استخدم بعض الرسومات لكي يوضح يعني يبقى to explain. يبقى بستخدم حاجة to explain the lesson or for explaining the lesson. طبعا ما فيش for explaining يعني explaining هنا ما فيش لو هنا for كان تنفع. بعد كده number four اللي احنا قلناه my aunt works as a nurse. She looks after after patients. يلا طيري بقى. عندنا جزئية هنا vocabulary builder. طبعا مهمة جدا. عندي definitions. definitions اللي هي التعريفات. طبعا احنا مش بنقول لك في الامتحان عرف كلمة كذا. لا هي كلمة كذا بتبقى متعرفة ونقول لك الكلمة دي معناها مثلا كذا. وطبعا انت بتبقى لازم حافظ الكلمات دول. الكلمات دي. عندي competition اللي هي مسابقة أو منافسة. an event حدث when people try to get a prize by being the best at something. يعني ناس بيحاولوا ان هو يكسبوا جايزة بيكونوا يكونوا افضل حد في هذا الشيء يعني. handball كرة اليد. طبعا عندنا هنا a sport with 7 players. رياضة دي من سبع لاعبين انها تيم في كل فريق. They score by بيحرزوا by throwing the ball into a goal. يعني بيكسبوا يعني او بيحرزوا الهدف ان هو بيحرز او بيضع الكرة في داخل الجول. طبعا ده الهاندبول.
عندي جونيور، اللي هي مبتدئ او ناشئ، وعندنا هنا سينيور. يبقى دي عكس دي، دي مبتدئ او ناشئ، وعم سينيور اللي هو اكبر سنا او اكبر خبره. عندي جونيور اللي هي فور يانجر بيبل، للصغيرين. عندي سينيور فور اولدر اور اولدر بيبل. بعد كده عندي باترون، سوري باترون اللي هو الراعي او الكفيل، يقول لك الراعي الرسمي لمباراه كذا مش عارف ايه كده يعني. يبقى gives money to people or places، يعني بيعطي ال، او كمان راعي زي كده volunteer يعني ممكن متطوع، بيعطي فلوس للناس او الاماكن يعني. عندي scientist عالم مش عالم، خلي بالك هنا في كسره تحت اللام مش عالم، لان لو عالم the world ده العالم ده does experiments، خلي بالك does مش مش makes، does experiments to study and find out how about how things work، يعني بيدرس ويكتشف ان كيف تعمل الايه الاشياء. بعد كده عندي sports coach اللي هو عندي المدرب الرياضي اللي هو بيعلم الناس، teaches people how to play or improve in a sport، ازاي يلعبوا او يتحسنوا في ايه في لعبه معينه. عندي بعد كده دي خلاص دي خدناها ودي خدناها ودي خدناها، عندي امبروف واحنا لسه دي خدناها. عندي سيرجن اللي هو الجراح، نوز هاو تو لوك انسايد، خلي بالك الحاجات اللي بعمل عليها سيركل دي مهمه جدا، مش بعملها وخلاص، لان هي دي هتبقى موضع اسئله بعد شويه يعني. نوز هاو تو لوك انسايد ذا بودي تو هيلب بيبل هو ار ال، يعني بيعرف كيف ينظر داخل الجسم المريض او يساعد الناس ايه المريضه. بعد كده 1، خلي بالك نطق دي كلمه 1 نطقها زي رقم 1 1 مش 1، النطق السليم 1. وير فيرست ان ا جيم اور كومبيتيشن، بيكون الاول في مباراه او ايه او مسابقه. طبعا الكلام ده بيت 92، نخش على 93. ووردز اند سينونيمز، الكلمات والمرادف، مرادف يعني يا مستر، مرادف يعني مينينج يا مستر وجدي. عندي الوورد، عندي ال زيها زي سيك اور انويل. عندي بليز جويفل زي هابي، ده طبعا ده السينونيم اللي هو المرادف اللي هو يساوي يعني. عندي بعد كده السافكس، جينا للسافكس والبريفكسز. السافكس يا ابطال هو بيعتبر عباره عن حرف او اتنين او ثلاثه او اربعه بيكون في نهايه الكلمه، بيعطي وظيفه جديده للكلمه. ومبدئيا السافكس بيتقال حروف، يعني عندي هنا السافكس اي ال، السافكس اف يو ال، ما تقوليش السافكس فول، السافكس ال، لا السافكسز اور البريفكسز بتنطق حروف. يعني عندي كلمه نيشن، كلمه نيشن يعني امه، اضفت السافكس اي ال بقت كلمه ناشونال. انت قولها لما تيجي تقرا كلمتها تقول ناشونال، كلمه نيشن امه دي اسم بقت ناشونال يعني وطني او قومي، بقت ادجكتيف صفه، يبقى حولنا الاسم الى صفه. عندك مثلا كلمه زي سكسس، سكسس يعني نجاح، لان كلمه سكسيد يعني ينجح، خلي بالك سكسيد يعني ينجح. عندك سكسس نجاح، اضفت السافكس اف يو ال بقت كلمه سكسسفول، تحولت سكسس اللي هو النجاح الى سكسسفول هو ناجح. بعد كده عندي سيميلر سبيلينجز ديفرنت مينينج، يعني ممكن يبقى في كلمات قريبه شويه متشابهه في السبيلينج ماشي، ولكن مختلفة في المعنى تماما تماما، different meaning. يعني عندي كلمة brave، كلمة brave ودي brief، brave brief brave brief، brave يعني شجاع، brief يعني ملخص زي summary كده. عندي heart، بس قلبك heart يعني قلب، يعني مستر وجد اهو مثلا والحبايب الحلوين كل الطالب اللي بيشاهدنا وبيدعم القناة وبيشترك في القناة ويضغط لايك على الفيديو، احبك انا لو تعمل كده. طبعا عندك كلمه هيرت، كلمه هارت غير كلمه هيرت، كلمه هيرت يعني يؤذي او يؤلم او يوجع or to be painful. نيجي بعد كده لجزئيه الايه، لجزئيه reading and listening، خلي بالك يا بطل انا بقول لك احنا في الفيديوهات احنا بنقول كل حاجه بقى، مش نفتح الفيديو ونلا لا، لازم نقول كل حاجه عشان نفيدك. اعمل نفسك كده جاهز جاهز النسكافيه ولا صحيح، اه ما تكونش جاهز النسكافيه او العصير بتاعك بقى وتقعد جنبي بقى ونسمع الفيديو ده. عندي reading and listening skills، مهارات الاستماع او القراءه او الاستماع. هنا بيقول لك pre reading questions، هنا في سؤال قبل ما نقرا، who is your role model، النموذج الذي تحتذي به، في نموذج كده انت بتحبه، شخص كده
بيبقى ملهمك كده، بتحبه قوي، عمل حاجه كبيره، حاجه مش عارف ايه، ده النموذج الذي يحتذى به. شوف، ممكن يكون بابا او ماما، your role model، خلي بالك. Why do you like him or her? طيب، listen to someone talking about the people in the photos. Check your answers. خلينا نقرا الجزئيه دي. Photo number one. Photo one shows عمر عبد القادر. ده عمر عبد القادر. لاحظ ان رجله، الرجل الشمال دي، خلي بالك، مش زي اليمين. حلو كلام. عندك هنا صورة عمر عبد القادر، خلي بالك دي شخصيات حقيقية مصرية، يعني مش 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 وخلاص، مش قصة والسلام يعني. He was born in 1994، ولد في 1994، when عمر was 22، لما كان عنده 22 سنة. A shark، سمكة قرش، attacked him and lost a leg، but this did not stop him wanting to be successful. بيقول لك ان عمر عبد القادر ده، يعني لما كان عنده 22 سنة، في سمكة قرش هجمت عليه وكلت رجليه الشمال، بين عليها اهي، بين عليها الشمال كده، تمام. لكن الكلام ده لم يمنعه من ان هو يريد ان يكون ناجحا. خلي بالك، لو في حاجة لا قدر الله، إعاقة او حاجة كده، لا تمنعك من to achieve your goal. Now he helps other people with similar problems. بيساعد اشخاص او ناس اخرين with similar problems، يعني بمشاكل مشابهة للي هو فيها دي. And he is an important sports coach، مدرب رياضي مهم. عندي number two. هنا عندي photo two shows سميرة موسى. اسأل اخوك او قريبك، درس مهم جدا في اللغة العربية في سنة تالتة اعدادي. سميرة موسى، طبعا بالتفصيل مش كلمتين ونص هنا يعني، لا. سميرة موسى دي was born in 1917 and studied science at Cairo University. يعني سميرة موسى تولد 1917، درست العلوم في جامعة القاهرة. She was Egypt's first female nuclear scientist and wanted to use nuclear treatments in medicine. يعني هي كانت أول يعني واحدة مصرية فيميل، سيدة أو بنت يعني، إن تكون عالمة إيه، عالمة نووية يعني. وأرادت أن تستخدم اللي هو النيوكلير تريتمنت، اللي هو العلاج النووي في الطب. She died in 1952، يعني توفت 1952، يعني تقدر تقول مثلا كده عندها 35 سنة. نيجي للشخصية الرائعة الجميلة، الدكتور سير مجدي يعقوب. طبعا بيجي لك رايت ا باراجراف، خلي بالك رايتنج باراجرافز عن الشخصيات دي. عندي فوتو 3 شوز مجدي يعقوب، الصوره الثالثه بتبين لنا مجدي يعقوب. هي واز بورن ان بلبيس. بلبيس طبعا دي في محافظه الشرقيه حبايبي، بزقازيق. بلبيس شرقيه يعني، محافظه شرقيه. يا ريت لو حد عندنا بيتابعنا من الشرقيه يدينا لايك او كومنت. In 1935، he went to Cairo University and became an important heart surgeon. يعني هو يعني درس يعني جامعة القاهرة، أصبح طبيب جراح أو جراح قلب مهم جدا. He then helped people with heart problems for many years. وكان بيساعد الناس لو ما عندهم مشاكل إيه في القلب لسنوات كثيرة. He stopped most of his work as a long time ago, but in 2006 he started a charity to help children with heart problems. بيقول لك يعني هو امتنع او بطل عن الشغل، يعني العمل كالوظيفة دي يعني، من فترة طويلة، ولكن في سنة 2006 بدأ يبقى يعني charity، جمعية خيرية لمساعدة الأطفال اللي هو الذين يعانون من أمراض القلب. عندنا 424 مش بيتي 4 لا 424 شوز برنسيس فاطمة إسماعيل. الصورة الرابعة دي للأميرة فاطمة إسماعيل. مين الأميرة فاطمة إسماعيل دي؟ يقول لك the princess was the daughter of Khedive Ismail and she was born in 1853. يعني دي ابنة الخديوي اسماعيل، ولدت 1853. حلو الكلام. She became a patron، اصبحت راعية او كفيلة of Egypt's first national university after she gave a lot of money
and land to help it open in 1908. خلي بالك هنا بيقول لك ان الأميرة فاطمة اسماعيل دي كانت اول واحدة مصرية يعني يعني كان اول واحدة اصبحت رعية مصرية للجامعة المصرية للجامعة المصرية بعد ما هي اعطتهم طبعا اعطتهم فلوس وارض علشان يتم افتتاح هذه الجامعة 1908. بعد كده from 1908 to 1940 من 1908 لغاية 1940 people called it the Egyptian University سموها اللي هي الجامعة طبعا كان بيسموها الجامعة الوطنية الأول قبل ما تبقى الجامعة المصرية وبعد كده بيسموها دلوقتي جامعة القاهرة but it is now called Cairo University. نيجي بعد كده كل حاجة جميلة صراحة هنا pre-reading questions what sport do you like ايه الرياضة اللي انت بتحبها. خلي بالك موضوع ده لان كان 2019 كان يعني شوية حاجات جامدة لما الفريق المصري كسب المسابقة الهاندبول في الفاينل يعني. طيب عندنا هنا نقرأ مع بعض Egyptian heroes أبطال مصريون the Egyptian handball team are heroes الفريق كرة اليد المصري الفريق ده أبطال they won كسبوا ربحوا. خلي بالك they won ايه فازوا the handball Africa Cup of Nations in Tunisia in 2020 كسبوا نهائي اللي هو أبطال أفريقيا اليد طبعا في تونس 2020 they won خلي بالك كسبوا ايه كان الفاينل قدام مين بقى the final against يعني كان بيلعبوا ضد فريق مين او بلد دولة ايه تونيزيا 27 to 23 that means they are the best team in Africa الفريق اللي بيكسب بطولة افريقيا المفروض كده يعتبر افضل فريق في افريقيا. This is not the first time Egypt's handball team played in the final. دي مش أول مرة الفريق المصري للهاندبول لكرة اليد يلعب النهائي. In 2019, the junior team اللي هو فريق الشباب won the under 19 World Cup final 32-28 against Germany. فريق الشباب ده كسب تحت 19 كاس العالم كاس تحت 19 سنة كان نهائي ده كان كسبوا 32-28 كان ضد ألمانيا they were the first team from Africa to win it يعني كان أول فريق من أفريقيا يكسب هذه البطولة in 2018 بقى ارجع سنة قبلها the senior team اللي هو ايه اللي هو الفريق الأول يعني were also in the final The Africa Cup of Nations كأس الأمم الأفريقية الكلام ده سنة كام 2018 but they lost the final against Tunisia or Tunisia خسروا النهائي بس مش عارف كيف بقى الله أعلم في 2018 يعني. Now الآن lots of people in Egypt love the sport من ساعتها بقى كرة اليد حظت بشعبية كبيرة من بعد الوقت ده يعني شوف انت كان عندك كم سنة يعني Let's hope the Egyptian team can win competitions again. يعني خلينا نأمل كده إن الفريق المصري يستطيع أن يكسب مسابقات مرة أخرى. طيب هو في الغالب كده دايما بنبدأ التدريبات يعني عند الدقيقة 30 يعني ودلوقتي الدقيقة 29 داخلة عند 29 مش مشكلة يعني ما فرقتش دقيقة يعني وبعد كده نبدأ الجرامر ده بيكون في الدقيقة تقريبا يمكن 40 عندي هنا choose the correct answer from A, B, C or D number one our space team won the final all the country was happy يعني فريقنا ايه الوطني عايز نقول كسب الفاينل لان البلد الدولة كلها كانت مبسوطة يا عيني عندك global يعني عالمي مش هي ده الصح عندي national واللي هي القومي او الوطني هذه الاجابة صحيحة preparatory الابتدائي وعندي primary دي الاعدادي ودي primary الابتدائي number two A space is someone who is older and has more experiences in life. يعني الشخص اللي هو أكبر اللي احنا بنقول عليه السينيور خلي بالك ولديه خبرات أكثر في الحياة. عندي برنسس أميرة طبعا لا تينيجر اللي هو من 13 ل 19 عندي السينيور اللي هو الإجابة المطلوبة اللي هي الأكبر سنا أو خبرة عندي جونيور اللي هو الأقل يعني أو المبتدئ أو الناشئ. Number three, it's important to take your space on time to be better. يعني مهم انك تاخد تو تيك ايه يور ايه
يور في الوقت المناسب عشان تتحسن بقى، بدل ما تبقى عيان حبيب قلبي. باترون لا، برنسس لا، تيم وورك لا، طبعا ميديسن الدواء، الدواء تاخده في المعيان علشان تبقى افضل. نمبر 4، ذا سبيس وور ا بيوتيفول دريس ان ذا بارتي. مين اللي كانت مرتدي فستانا جميلا في الحفله؟ شي واز سو اتراكتيف، كانت جذابه جدا. برنسس وهي اللي جايبه المطلوبه، اميره كيدايف اكيد مش هيلبس فستان جونيور اور كومبيتيشن. Number 5, she played space her school team and scored many goals. كانت خلي بالك بتلعب لصالح فريق المدرسه، خلي بالك يلعب لصالح، احنا قلنا play for زي ما احنا قلنا اللاعب الفلاني بيلعب لصالح كذا، يبقى she played for her school team and scored many goals. Number 6, yesterday I spaced an experiment in the science lesson. امبارح انا قمت باجراء التجربه العمليه، خلي بالك اللي في المعمل، played thought did made، طبعا عندنا هنا ايه did اللي جايبه سليمه. بعد كده نمبر 7، the dog spaced the boy but it did not hurt him. الكلب عمليه للولد ولكن لم يصبه، لم يصيبه. عندي lost attacked died or got، طبعا الكلب هجم على الولد ولكن but it did not hurt him، ولكن لم يؤذيه. خلي بالك، طب ما هو الكلب ليه هجمت على الولد طالما انت ما اذيتوش، ما تجيبش عليه اصلا. نمبر 8، last week my favorite plant spaced because we did not water it enough. الاسبوع اللي فات يا خساره، النبات المفضل بتاعي مات. ليه؟ لان احنا ما رويناهوش. يبقى plant lived، عاش، saved، انقذ، attacked، هجم، died. بعد كده عندي نمبر 9، دكتور مجدي يعقوب helps children space heart problems. خلي بالك احنا قلنا ان اللي بيساعد حد في كذا يبقى طبعا مستخدم البريبوزيشن ايه؟ with. بعد كده نمبر 10، if you get high marks you will space a prize. لو انت تجيب درجه كويسه، درجات حلوه، يبقى كده تكسب جائزه. win make play lose، طبعا عندنا ايه؟ win. Number 11, space is a sport with 7 players in a team. 7 يعني لعبة معينة، رياضة معينة فيها 7 لاعبين. They score، بيحرزوا، يتم احراز الهدف ازاي بقى؟ by throwing the ball into a goal، اللي هو ايه؟ برمي الكرة في داخل الايه؟ في داخل الشباك، يعني هذا الجول يعني. طبعا عندنا هي هاند بول، طبعا مش تشيس، شطرنج، اور تنس، اور سيلينج. Number 12, my mother was so space because I cleaned up my room. بابا ماما اكيد كانت مبسوطة مني جدا لان انا نظفت ووضبت الاوضة بتاعتي. Please, angry لا، nervous لا، sad لا. عايز اقول لك على حاجة، لما تشوف ثلاث صفات سلبية كده وصفة ايجابية الى حد كبير، يبقى الاجابة المختلفة او الصفة المختلفة هي الايه؟ هي الصحيحة. يعني طبعا عندي هنا كلمة please، وهنا ما يجيبش happy لان happy زي pleased يعني. Number 13, when a group of people have the ability to work together، لما يكون في مجموعة من الناس عندهم القدرة ان يشتغلوا مع بعض، ده بنسميه team work. It's called patron, date, treatment or team work. طبعا دي team work. بعد كده عندي number 14, do you feel space during exams؟ اعترف. Do you feel brave, dangerous, successful, nervous؟ طبعا ايام الامتحانات وخاصة ليلة الامتحانات you feel nervous. Nervous يعني متوتر، مش عصبي. هنا كلمة nervous الافضل لترجم ايه؟ متوتر. بعد كده number 15, Sammy was ill and went to hospital for space. يعني سامي كان مريضا وذهب الى المستشفى للعلاج. Treatment علاج، teamwork، competition or university. طبعا هنا treatment اللي هو اللي العلاج. نكمل هذه الجزئية، طبعا عندي تايم تو براكتس. خلي بالك ما تستعجلش على الجرامر، احنا نخلص دول وبعد كده ندخل على الجرامر يا بطل. يعني في الغالب كده بندخل في الدقيقة 40 على الجرامر. عندي choose the correct answer from A B C or D. number 1, my teacher is very space, he never gets nervous. يعني المدرس بتاعي is very ايه؟ he never gets nervous، ما خالص ما بيتعصبش، مش زي انا كده خلي بالك انا بتعصب. عندي brave ولا patient. patient يعني صبور، خلي بالك صبور وحليم. عندي slow يعني بطيء، عندي ugly يعني قبيح، وbrave يعني شجاع. طبعا هي patient اللي هي ايه؟ is very patient.
خلي بالك، ما يعني لو حاجة تانية تبقى he always gets nervous، يبقى ده عصبي بقى nervous. بعد كده عندي number two، I always give money to air and space that helps poor people. يعني أنا دايما أدي يعني أعطي الفلوس لمين؟ طبعا عندنا charity، charity يعني جمعية خيرية، to a charity. طبعا عندي حاطه ليه؟ حط ان دي علشان لو كنا هناخد امرجنسي يعني طوارئ، طبعا هنا مش هناخدها عشان اولها حرف ايه، وهنا او انفايرمنت، لكن تبقى اي فولنتري او اي طبعا هنا تشاريتي. نمبر 3، اي سبيس داز اكسبيرمنتس تو ستدي هاو ثينجز ورك. قلناها دي في التعريفات، مين الشخص او اللي بيعني بيقوم باجراء تجارب لكي يدرس كيف تعمل الاشياء. عندي هنا سيرجن، teacher, vet or scientist. Scientist يعني ايه؟ عالم. Number four, everyone works hard to be space. كل واحد بيشتغل بجد لكي يكون ايه؟ loser، خاسر اكيد لا، او ايه بعيدا لا، junior يعني لا. عندي هنا successful، وهي اللي جايبه المطلوبه، successful يعني ايه؟ ناجح. نيجي بعد كده number five، in 2020 Egypt won the final match space تونيجيا. خلي بالك، كنا لما كنا بيكسب حاجه ضد فريق دوله تانية كنا بنقول ايه؟ against. Number 6، a space trains people how to play or improve sport. يعني مين اللي بيدرب الناس ازاي يلعبوا او يعني يتحسنوا في الرياضه معينه؟ يعني ساينتست اكيد لا، سيرجن لا. عند سبورتس كوتش اللي هو المدرب الرياضي والاجابه المطلوبه. عند تشاريتي وركر اللي هو عامل في مجال العمل الخيري. يعني نمبر 7، ذا سبيس اند بول تيم وان ذا اندر 19 وورلد كاب فاينل. يعني مين اللي كسبه؟ اللي هو الفريق تحت 19 سنه. طالما تحت 19 سنه يبقى جونيور. خلي بالك ال 19 دي خلي بالك بتخليك تاخد جونيور مش سينيور. Number 8، A or an space is a large dangerous animal that lives in the sea. الحيوان الكبير الخطير الذي يعيش تحت في البحر. عندي shark اللي هو سمكة القرش واللي جايبه المطلوبة. عندي eagle يعني نسر. عندي سلحفاة يعني turtle. عندي crab يعني كابوريا. نكمل هذه الجزئية مستر وجدي. 9، The Egyptian handball team are all space. They won the cup. يبقى فريق كرة اليد الفريق المصري كلهم ايه بقى؟ they won the cup، وكسبوا الكاس بقى، يبقى اكيد bad. لا bad يعني سيء. عندي heroes، heroes يعني ابطال، sad يعني حزين، ال يعني مريض. لا طبعا. بعد كده عندي number 10، he spaced his camera yesterday. طبعا هي جملة في الماضي البسيط، عايز اقول لك he played his camera، he lost his camera، وهي اللي جايبه المطلوبة. he read his camera، لا he painted his camera، لا طبعا هو فقد الكاميرا الخاصة به أمس. 11، a space gives money to people or places. خلي بالك قلنا الشخصية دي اللي هو الباترون، الباترون هو الكفيل اللي هو بيعطي gives money to people or places، volunteer or coach or surgeon. طبعا عندي هنا ايه؟ باترون. Number 12، a or an space is an event when people try to get a prize. يعني ده بيكون ايه الحاجه دي؟ حدث حيث الناس يعني يحاولون ان يكسبوا جائزه. طبعا هيرو، اوركسترا، كومبيتيشن مسابقه او منافسه والاجابه المطلوبه. عندي جول يعني هدف. بعد كده عندي نمبر 13، A space knows how to look inside the body to help people who are ill. مين اللي بيعرف كيف ينظر داخل الجسم المريض يعني الناس لكي يساعدهم ايه؟ يساعد الناس اللي هي المرضى. عندي سيرجن اللي هو جراح، عندي بايلوت، عندي تيتشر، عندي بيكر. طبعا عندي سيرجن الاجابه المطلوبه. بعد كده 14، brave is the opposite of brave. دي عكس ايه؟ ما هي brave يعني شجاع، عكس جبان. عندي famous مشهور، عندي coward يعني جبان. عندي بعد كده crazy يعني مجنون، عندي late يعني متاخر. بعد كده 15، this is the school which won the space match. يعني ده فريق دي المدرسة اللي كسبت اكيد المباراة النهائية. عندي هنا final، عندي الإجابة المطلوبة، عندي fan اللي هي المروحة، عندي fin يعني زعنفة سمكة، عندي finally يعني ايه اخيرا. بعد كده number 16، سمير موسى اللي قلناها من شوية في جزء reading was Egypt's first female space scientist.
طبعا كانت ايه التخصص اللي والحاجه بتاعتها؟ كانت نيوكلير النووي. عندك كيمستري والكيمياء، عندك بيولوجي، عندك الاحياء، عندك الارابيك، طبعا هي ليه نيوكلير ساينتست. طبعا كده هو يعتبر بالظبط 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 كده 40 دقيقه في الجزئيه الخاصه بالريدنج والفوكابولري وكده. بدايه من الدقيقه 40 دلوقتي هنبدا في جزئيه اللانجوج يا بطل. على فكره جزئيه اللانجوج دي الكلام ده المفروض ما يبقاش جديد عليك خالص. ليه؟ لان هنا الزمن ده ذا باست سمبل تنس، زمن الماضي البسيط. انا هشرحه لك في كلمتين ونص علشان نحل. كلمتين ونص ازاي يا مستر؟ ازاي؟ زمن الماضي البسيط بستخدمه لما بتكلم عن حاجه حدثت في الماضي ولا علاقه لها بالحاضر، حاجه انتهت خلصت. اصل خلي بالك الماضي ده انواع، في ماضي بسيط وفي ماضي مستمر وماضي تام، دي قصه طويله عريضه في الماضي ده، زي فيما في مضارع بسيط ومضارع تام ومضارع مستمر والكلام ده كله. الماضي البسيط هو زمن نتحدث عن فعل تم في الوقت الماضي ولا علاقه له بالحاضر. هنا ده اليوسج. انت عندك مثلا جمله هنا بيقول لك they visited their uncle yesterday، ادي عندك فيزيت ماضي بسيط اضفت اي دي للفعل، وعندك yesterday دي كلمه داله. ماشي، ممكن نستخدم مثلا ممكن نقول he watched TV last night، يعني اتفرج على التلفزيون last night الليله الماضيه. اهم حاجه عندي بقى الفورم. الفورم ده اللي هو التكوين او الشكل. عندي جزئيه affirmative اثبات وعندي جزئيه negative. يبقى عندي affirmative اثبات، عندي negative نفي، وعندي question كمان. طب نيجي في الاثبات، هنا يقول لك subject. subject اللي هو الفاعل زائد التصريف التاني للفعل. خلي بالك فاكر الجدول اللي احنا كنا بناخده present والpast والpast participle؟ حلو كلام. التصريف الثاني للفعل اللي هو الماضي اللي هو بنضيف اي دي، بس خلي بالك مش كل فعل نضيف له اي دي، ما هو مش كل فعل بقى ممكن تضيف له دي بس اي دي. اصلي خلي بالك الافعال تنقسم الى اجزاء، افعال منتظمه وافعال غير منتظمه، ده غير فيرب تو بي. عندك السبجكت ايا كان بقى، اي وي يو ذي هي شي ات، اسم مفرد اسم جمع مثنى اي حاجه في الدنيا، ويبقى معاها التصريف الثاني للفعل. خلي بالك التصريف الثاني لا يتغير بتغير الفاعل. لما تيجي تقول اي ونت ممكن تقول هي ونت، شي ونت، ذي ونت، اي حاجه ونت، ذي عفريت ازرق ونت، اي حاجه ونت. ماشي، ماي سيستر مثلا كليند هير روم، يبقى ادي الفاعل وادي الفعل وادي باقي الكلام. عندي ماي براذر اند اي اللي احنا كاننا وي بوت ذا نيو كار، يعني درس على فكره سهل جدا. يعني عندي هنا الافعال بتنقسم لقسمين، في قسم ريجولار فيربس وقسم الريجولار فيربس. نبدا السهل بقى. الريجولار فيربس افعال منتظمه، بس برضه الافعال المنتظمه بتتكون باشكال اخرى، يعني ممكن فعل نضيف له دي فقط. خلي بالك مبدئيا الافعال المنتظمه هي اللي بنضيف لها دي او اي دي او اي دي، دي مبدئيا. ممكن لو انتهى الفعل باي بتضيف دي فقط، بس بحيث يكون منتظم. خلي بالك اهو، خلي بالك من كلامي، بس في حاله انه يكون منتظم، مش تيجي تقول لي رايت تقول لي رايتد. لا، احنا بنتكلم لو كان فعل منتظم منتهي باي. عندي ليف ماضيها ليفد. طب لو ما كانش منتهي باي او اي حاجه يبقى فيزيت فيزيتد. طب لو عندك ستادي مثلا، لو فعل منتظم فعل من الافعال المنتظم ومنتهي بواي مسبوق بحرف ساكن، تقلب الواي ثم تضيف تقلب الواي الى اي ثم تضيف ايه؟ اي دي. طيب عندك الشكل التاني يتغير فيها شكل الفعل وليس لها قاعده محدده، اللي هو ده اللي بنقول عليه الريجولار فيربس، تصرف الافعال غير منتظمه، اللي هو الافعال تحفظها زي ما هي. يعني انا مثلا اجي اقول لك ايه، وين ماضيها ايه تقول لي وان، لوز ماضيها ايه تقول لي لاست، كاتش ماضيها ايه كوت، وهكذا، رايت روت ودرود درو درو، وهكذا بقى. يعني دي احنا بدي لك امثله بس. يعني النيجاتيف يا بطل للافعال دي، خلي بالك انا بقول لك النيجاتيف للافعال دي، للافعال السابقه. يعني موضوع فيرب تو بي ده هندخله بعد شويه. النيجاتيف بتجيب السبجكت الفعل ايا كان بقى اللي احنا اتكلمنا عنه، وديد نوت او ديدنت والمصدر، المصدر ساده من غير زياده زي القهوه كده، ساده من غير زياده. حلو الكلام. يبقى الفاعل ديد نوت وبعد كده مصدر. عادل اند مروان ديد نوت ارايف ليت فور سكول، ما تقولش عادل اند مروان ديد نوت ارايفد، لا، ديد نوت يجي بعدها مصدر. او ديدنت ممكن تقول هانا ديدنت اندرستاند ذا لسن، يعني هانا ما فهمتش الدرس.
طيب نيجي بعد كده لجزئية الكوستشن. جزئية الكوستشن ليها جزئيتين برضو، يا إما يس أور نو كوستشن يا إما دبليو إتش كوستشن. الياس أور نو كوستشن في الأفعال اللي فاتت، خلي بالك أنا برضو لسه ما جيتش الفيرب تو بي، لأن الفيرب تو بي دي قصة تانية ماشي، بس سهلة برضو يعني. عندي يا إما يس أور نو كوستشن ماشي. الياس أور نو كوستشن دي بنقول عليها بديت، أنا بشرح لك بالتفصيل 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 عشان لما نيجي ندخل في التدريبات ما تقعدش تقول لي مش عارف ما قلناش إيه. عندي ديد وبعد كده الفاعل ثم المصدر ثم باقي الكلام وتحط علامة استفهام في الآخر. يعني أقول لك إيه، ديد يو واتش تي في لاست نايت، واحد بيكلم واحد، واحد بيقول له ديد يو واتش تي في لاست نايت، ما تقولش ديد يو واتشت، ما تقولش ديد يو واتشت ولا واتشنج ولا أي حاجة، يبقى ديد وبعدين فاعل ثم مصدر. ممكن يقول له يس أي ديد نو أي ديدنت، ده قصة تانية. أو السؤال بأداة الاستفهام بالـ WH questions اللي هي why, where, what, when. خلي بالك ممكن بنضيف معاهم how. how هو واحد يجي يقول لي يا مستر ماك دي، ما هو الـ WH question دي هو كتير أصل كلهم WH question عدا how يعني، فيعني مبدئيا بناخدها إيه يعني عليهم فوق البيعة كده ناخدها معاهم. واحد يجي يقول لي يا مستر ما هو فيها WH أهي، أدي الـ W وأدي الـ H. لا مش كده يعني، ما تاخدش كده يعني، بس هي بتتاخد how و did والفاعل ثم المصدر. يبقى عندي الكوستشن وورد ايا كانت، وبعد كده ديت، وبعد كده الفعل، ثم الفعل في المصدر. What time did the students get up؟ خلي بالك انا ال WH question اهو اللي هي what، وبعد كده ديت، وبعد كده الفعل، ثم الفعل في المصدر، وتكمل عادي لو ليها تكمله. تيجي تجاوب بقى، تجاوب في الماضي، يبقى they got up at 6. حلو كلام؟ طيب نيجي للكلمات الداله، الكي ووردز، الكلمات اللي هي بتقول لك يا مستر وجدي الجمله دي past simple، لان ممكن يكون في ازمنه اخرى، فالكلمه دي هي اللي بتقول لك دي باس سامبل. عندك مثلا يسترداي، ممكن تيجي في الاول خالص او في الاخر خالص ما فيش مشكله. لاست واخواتها، لاست ايه، لاست ويك، لاست يير، لاست مانث، لاست ما اعرفش ايه. اجو بيجي قبلها فتره زمنيه محدده، مثلا 3 دايز اجو، منذ ثلاثه ايام، 4 دايز اجو، اربع ايام، وهكذا. ان ذا باست دي مبينه نفسها، عندي فروم سنه ماضيه تو سنه ماضيه، يعني يقول لك احنا كنا عايشين في المكان الفلاني من سنه كذا لكذا، بس خلي بالك يكون السنتين برضو خلصوا. ممكن ان 2010 من سنه، ممكن سنه في الماضيه، او فور لمده معينه. ماي مام كيم هوم ايرلي يسترداي، ادي كيم وادي عندي يسترداي، ادي يسترداي كلمه داله. لاست فرايداي الجمعه اللي فاتت، ذا تشيلدرن توكت اباوت ذا داي اوت ان ذا كانتري، يعني الجمعة اللي فاتت الأولاد الأطفال يعني تحدثوا عن اليوم اللي هم قضوه برا in the country، في الدولة في البلد يعني، أو في الريف in the countryside يعني. طيب لاحظ استخدام when عندما كلمة عندما دي مع زمن الماضي البسيط، اللي ما يقولك إيه when I was 12 I won a medal، ما أنت لما كان أنا عندي 12 سنة، ما دي ماضي برضو، ما دي ماضي، لما كان عندي 12 سنة كسبت كذا، لما كان عندي 12 سنة كنت بروح مش عارف ايه، كنت مش عارف كذا. يبقى when I was 12 I won a medal. خلي بالك وين ممكن تيجي في المنتصف الكلام عادي، منتصف الجملة. Hani and I lived in Tanta when we were young. When we were young. Verb to be بقى يا بطل، خلي بالك من الحتة اللي جاية دي بقى. Verb to be الماضي بتاعها was or were، والنفي was not or were not، خلصت. عندي was or were، was not or were not. عندك اذا كانت الفاعل، اذا كانت او هي او شي او ات او اسم مفرد يبقى was، ونفيها was not، وتكمل. وخلي بالك دي بقعد بعدها صفه، هتقول I was not، ما تجيب على فكره عشان ما تجيش تقول لي I was not وتيجي بعدها مصدر. لا، verb to be في الماضي البسيط was or were، was not or were not، بيجي بعدها يا اما صفه يا اما فعل مضاف له ing يا اما حرف جر، هنشوفها في الحلول دلوقتي. شاهندا was absent، ما تقوليش didn't absent، ما تقوليش didn't absent، او حتى لو كانت wasn't ما تقوليش didn't، لا، اللي بيجي بعدها هنا صفه. يبقى شاهندا wasn't absent yesterday، I was so excited yesterday. اذا كان جمع بقى you we they او اسم جمع where، او في النفي were not، وبعد كده صفه برضو نفس الكلام. The teacher were angry yesterday، you weren't hungry، يبقى المدرسين كانوا يعني انجر غضبانين امبارح. يو وير نوت، لاحظ ان فيرب تو بي في استخدامه بيجي بعده يا اما ادجكتيف او بريبوزيشن او فيرب بلس ان جي، بس هنا النهارده احنا متكئين شويه على الصفه يعني. طيب عندي يس اور نو،
question هل برضو زي ما احنا كنا بنقول did يعني هل did يعني هل برضو was or were يعني هل برضو على حسب الكلام على حسب الجملة يبقى was or were وهنا الفاعل ايا كان هنا هو هنا او هنا وبعد كده الادجكتيف وبعدين علامة استفهام لك was Nader absent yesterday عشان لما نيجي نحل حاجات زي كده ما تقولش didn't Nader absent لا لو didn't لو did ما تقولش did Nader absent لا did فاعل مصدر لكن verb to be فاعل صفة was Nader absent yesterday تقول yes he was no he wasn't يا اما were they excited تقول only yes they were no they weren't were you busy خلي بالك لو انا بكلمك انت طب انت كنت مشغول yes I was no I wasn't ما تقوليش did you busy لا ما انت دي هل ودي هل برضو بس did فاعل مصدر verb to be فاعل صفة عشان هتيجي منها حاجات كده طبعا هنا الجزئية دي بيحلها لك يعني هو بيقول لك مثلا ايه أنس space use the computer last night طبعا دي جملة منفية يقول لك الإجابة الصحيحة هي didn't use لوجود last كلمة last في الآخر تدل على زمن الماضي البسيط والجملة كذا ده الكلام ده هو دي ميزة برضو كتاب جيم لأنه في المعاصر مش جايب الحاجات دي يعني ما بيجيبش الجملة ويحلها إلا في أعتقد في الدرس الخامس والسادس أو بعد نهاية الوحدة لكن في جيم بيجيب لك بعد كل يعني أثناء كل درسين في الجزئية إيه في الجزئية دي طيب ما تيجي نحل يا مستر وجدي بقى يا دوبك احنا 51 دقيقة وشوية يعني بسيطة جدا يعني اشرب مية بس عشان ايه ابدأ جامد في الموضوع ده طيب choose the correct answer from ABC or D number one my grandfather space working in 2015 خلي بالك طالما سنة سابقة ماذا بسيط انا اقول لك على طريقة برضو حلوة نتفق عليها تيجي نمشي بطريقة الاستبعاد طريقة الاستبعاد يعني شوف الفعل اللي مش هتاخده خالص اللي انا مش هروح اهو بناحيته طب انا اعرفه ازاي ما يقول لك يا بطل ان 2015 سنة 2015 يبقى ماضي بسيط يبقى مش هتهوه بناحية stops عشان فيها اس ومش هتهوه بناحية stop دي مصدر ومش هتهوه بناحية stopping دي ing يبقى انت مغمض كده وانت مطمن stopped من غير ما تبذل مجهود انت لسه هتبذل مجهود 2 we space watch the film yesterday خلي بالك اوعى تيجي تقول لي وي ويرنت خايف واحد يجي يقول لي وي ويرنت هنا فعل في المصدر يبقى النفي بديدنت احنا قلنا النفي بديدنت فاعل ديدنت فعل في المصدر يبقى واتش لكن دي ما ينفعش ويرنت ويرنت دي لما يجي بعدها صفه او بريبوزيشن او فور بلس ان جي بس هنا مركز لك قوي على موضوع الصفه ده طبعا مش هتاخد دونت مش هتاخد ويل نوت 3 مجدي يعقوب stopped most of his work as a surgeon a long time ago سهلة دي مش when مش last مش تيجي في الأخر خالص ولا four they space the first team from Africa to win it هم كانوا عايز أقول لك هم كانوا في الفريق الأول من أفريقيا ويكسب المسابقة دي يعني يبقى they were they did ولا was ولا does Number five, where did your parents مصدر يبقى where وبعدين did وبعد كده الفاعل ثم المصدر سالم من غير زيادة من ده مصدر يا مستر مش to live مش lived عشان فيها S مش lived عشان فيها D Number six هي دي برضو هي دي من اللي كنت بشرحها دي Space honey at the party yesterday أنا قلت لك تبقى verb to be لو verb to be بعدها فاعل أو ويك بعدها يا إما صفة يا إما preposition حرف جر يا إما verb plus ing أنت عندك preposition هو يبقى هنا لازم تقول was honey at the party yesterday هنا ما ينفعش تقول did واحد يسألني ليه يا مستر وقت دي ما خدش did ما انت هو انا اللي بقول لك برضو مش انت اللي تقول did honey لازم هنا فعل في المصدر ممكن تقول did honey come to the party yesterday did honey come to the party yesterday غير was هي المعنى قريب لكن الستركتشر مختلف هنا was honey at the party yesterday yes he was no he was طبعا مش هتاخد where or is Number seven, space you have fun at the cinema last weekend. طالما last weekend يبقى ماضي يبقى مش هستخدم do ولا will ولا are. ما انت خليك لميح برضو يعني هنا did you بعدها فعل في المصدر اللي هو ايه اللي هو have. نكمل. Ines didn't space her friends yesterday. Ines didn't مصدر يا مستر يا مستر يا مصدر يا مصدر يا مصدر يا مصدر. Meet. Nine, when Omar was 22, a shark attacked him and spaced a leg.
لما كان عمر عنده 22 سنة وقريناها في جزئية الريدنج، سمكة قرش أجابت عليه and he lost a leg. طبعا ماضي مش to lose or is lost or loses. Number five, sorry, number 10. My father traveled to Germany space 2010 to 2020. يعني والدي سافر إلى ألمانيا من 2010 لغاية 2020، يعني قعد هناك 10 سنين، يعني كده رجع بقى له 4 سنين كده. وانت خلي بالك لو الفيديو انت تشوفه 2025 يبقى رجع من 5 سنين. تمام. طيب عندي بقى هنا ايه؟ يبقى from من كذا إلى كذا. نيجي بعد كده للتدريبات الجميلة هنا. number 2 complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. number 1 جمال space not visit his uncle last week. هنا جملة ماضي، الماضي تتنفي ازاي يا مستر؟ لما فيها مصدر يبقى didn't زائد المصدر، يبقى didn't visit did أو did not visit. number 2 my cousins space be not at home yesterday. طالما قال لك yesterday يبقى يستخدم verb to be، يا اما was or where، بس دي منفية. تيجي تقول لي was اقول لك لا لان مش my cousin، طب my cousins يبقى were not. خلص. Meg space cuts her fingers yesterday. اوه يا ماج عورت صوابعك وجرحتيها ليه؟ يبقى cut الماضي البسيط، حذفت الاس خلي بالك. بعد كده number 4 who space win the Africa Cup of Nations in 2018. خلي بالك احيانا نسال بدون فعل مساعد، من ربح كذا؟ خلي بالك عشان ده ماضي بسيط. الماضي البسيط بتاع وين يبقى هي won، هو won the Africa Cup of Nations. بعد كده نمبر 5 one of the boys، خلي بالك واحد منهم، واحد منهم is absent yesterday. تيجي تقول لي ايه where يا مستر عشان بويز؟ اقول لك واحد منهم كان غايب، one of the boys. مش تمشي انت تلاقي لي كلمة بويز تحط لي وير. number 6 space do you stay in a hotel when you travel to Hurghada. هل اقمت في فندق عندما سافرت الى الغردقة؟ يبقى دو ينفع دو ازاي يا مستر؟ اوعى تقول لي where you، لا اقول لك did وفاعل ثم فعل في الايه؟ في المصدر. طبعا هنا جينا للشغل بقى. هنا عندك السكيلز المهارات، رايت ات رايت اكتبها صح بقى. عندك هاو تو رايت اباوت وات ميكس ا هيرو، ازاي تكتب عن مواصفات البطل، البطل ده اللي هو ممكن يعمل ايه. خلي بالك في بعد شويه كده هنكتب عن يور هيرو. خلي بالك انا هخليها مفاجاه يور هيرو دي، مش تكتب لي مش عارف مين ومين الناس المشاهير، لا 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 لا، ده في واحد مشهور مش عايز اقول لك، استناني بس ما تستغربش اقول لك مين هو الهيرو ده. someone who can يقدر يعمل كذا، الهيرو ده شخص بيعمل كذا. طب he is a person who can help people in many ways، الشخص ده البطل ده يعمل حاجة بطولية بقى. تمام. عمل يساعد الناس بشتى طرق. a hero can be someone who gives up their life so that others could live. البطل ده يقدر يعطي حياته ويضحي بحياته لأجل الآخرين، لأجل أن يحيا الآخرون. A hero can be وظيفته إيه؟ شغلته إيه؟ A hero can طبيعة عمله إيه؟ He is a person who makes a difference in a person's life. هو الشخص الذي يحدث تغييرا في حياة شخص آخر. تمام؟ حلو كلام. عندنا هنا اكزامبل انا عايزك تقراه براحتك، يعني مش مستاهل ان انا اقراه لك واخد لك 3 4 5 دقايق فيها، واعتقد ان دي سهله. عندك هنا يور هيرو، رايت ا باراجراف اباوت يور هيرو وماي هيرو. طبعا انت في الجنرال اكسرسايز اون ليسنز 1 اند 2 هنا بيقول لك اكتب باراجراف عن الهيرو، عشان ما نكتبوش مرتين فانا اكتبه مره واحده اللي هو بيكون اخر لاخر الفيديو، اللي هو الجزء الاخير اللي بعد تيست يور سيلف دي، اللي هي في الجزئيه دي. عندنا هنا listen and choose the correct answer from A B C or D. عندك دلوقتي يا بطل السؤال ده بيكون السؤال الاول في الامتحان، بيكون عليه 4 درجات. بتستمع لنص استماع من المدرس او المدرسه، وتكون انت مجهز نفسك يا بطل وتعمل دوائر على الاجابات كده اهو، وتجري على كراس الاجابه وتحل الايه الاجابات المطلوبه بناء على الجزء الليسننج اللي انت سمعته. هقرا لك انا جزء ليسننج، هو موجود في نهايه الكتاب صفحه 254 بس مش هيبقى معاك الكتاب في الامتحان خلي بالك. انا اقرا لك انا، لان الكتاب قدامي
ماشي وبعد كده هنحل. The Egyptian handball team are heroes. They won the Handball Africa Cup of Nations in Tunisia in 2020. They won the final against Tunisia 27-23. Again, the Egyptian handball team are heroes. They won the Handball Africa Cup of Nations in Tunisia in 2020. They won the final against Tunisia 27-23. خلي بالك خلي بالك خلي بالك هنا. Which sport is the text about? Football لا. Handball yes. Tennis لا. Volleyball لا. خلي بالك الحاجة دي الصغيرة الصغيرة دي على درجة. When did the Egyptian team win the Africa Cup of Nations in the sport in 2020؟ خلي بالك اوعى تلخبط الأرقام معاك. Number 3. Which country did they play against? Sudan, Morocco, Germany, Tunisia or Tunisia. Number 4. خلي بالك ما تلخبطش في دول. What was the score of the match can 27-23؟ خلي بالك عشان ما الارقام ممكن تتلخبط. 72 من 27 والقصه دي. نيجي بعد كده لابطال كومبليت ذا فولوينج. ده حبيبي السؤال ده انا بعشق السؤال ده وليه اكثر من فيديو على القناه. خلي بالك اولا عايز اقول لك على حاجه. عندك الدايلوج ده بيكون انت ادي بيقول لك كومبليت ذا فولوينج دايلوج بيكون عليه درجتين ونص 2.5 ماركس. كل ده عليه درجتين ونص ماشي. اولا بيديك عنوان هنا هاني از ريدنج ان ارتكل. هاني بيقرا مقاله علشان لما علي يسال هاني بتعمل ايه هيقول له انا بقرا مقال. حلو كلام. مبدئيا الدايلوج حبايبي انا بطلب منك انك تقرا المحادثه كامله عشان تعرف مين بيكلم مين، بيتكلموا عن ايه، بيتكلموا فين، التنس اللي بيتكلموا فيه، ظروف الكلام ايه، التنس الزمن. اولا عندك 10 اكسشينجز، عندك 10 تبادلات. ادي 2 وادي 2 وادي 2 وادي 2 وادي 2. لو لقيت دايالوج اقل من 10 او اكتر من 10 ما تحلهوش. دي حاجه. الحاجه الثانيه 5 جابس، خمس فراغات. الخمس فراغات دول منهم فراغين اسئله تكوين اسئله ماشي، وفراغ وثلاثه منهم اجابات اللي هي نمبر 1 ونمبر 3 ونمبر 5. اي حاجه مواصفات غير كده على ضمانتنا ما تحلش هذا السؤال، هيبقى فيه اخطاء، لان احنا بنشوف العجب بصراحه على الفيسبوك وعلى حاجات كده دايلوج تلاقي 15، تلاقي 12، تلاقي 8، تلاقي 4 اسئله واجابه، حاجات غريبه صراحه يعني. طيب خلينا نحل على طول بقى لان احنا حلينا منه كتير ده. هنا هاني از ريدنج ان ارتكل، علي بيساله وات ار يو دومينج؟ لازم هنا يقول له اي ام ريدنج ان ارتكل، ما فيش بديل. الاجابات باللون الازرق والاسئله باللون الاحمر، بدلعك اهو. نمبر عندي علي هيساله سؤال. فبس هاني بيقول له اتس اباوت فيموس ايجيبشنز لايك مجدي يعقوب. ده عن المصريين المشهورين زي مجدي يعقوب. اكيد هيقول له طب والمقاله دي عن ايه؟ وات؟ وبعدين تعمل عمليه الانفرجن. الانفرجن اللي هو القلب، تقلب ات باز، هتبقى ازت مش القلب اللي هو كده. لا بلاش بقى ماشي. هنا what is it about، what is it about، ما تقولش what it is about، لا what is it about، it's about كذا كذا. وبعد كده why is he famous. طبعا مجدي يعقوب انت قول اي سبب، اي سبب، مش هتلاقي سبب خالص. he because he is a great heart surgeon، لانه طبيب جراح قلب مشهور عظيم. هيرجع علي يساله سؤال انا ما اعرفش هو، بس بيقول له هي واز بورن ان بلبيس، هي هاز اي تشاريتي. خلي بالك طالما اتولد في بلبيس يبقى كده يقول له اتولد فين. كلمه فين يعني وير، وتعمل عمليه الانفرجن يا بطل. يبقى وير واز هي بورن، ادي وير وبعد كده واز هي بورن، الجزء الذي نسال عنه لا يذكر في السؤال. بعد كده علي بيقول له ريلي اي ثينك هي از ا جريت مان، انا اعتقد ان هو انسان رائع. طبعا حد يقدر ينكر؟ لازم تقول ذاتس رايت ماشي. طيب خش على تشوز، قربنا نخلص الفيديو يعني ما تقلقوش يعني، يعني ادينا ساعه وربع ساعه وثلث كده يعني.
Choose the correct answer from ABC or D, number one. I love the cold weather because I was born in space Europe. أنا بحب الطقس الساقع الجامد البرد ده. ليه؟ أنا اتولدت في أوروبا. I was born in Europe. طبعا إن تسبق الأماكن الكبيرة، وطبعا عندنا هنا دي قارة. Not on, at or for. Number two. I hope I will win the school swimming space this year. أنا أتمنى إن أنا أكسب إيه؟ أكيد مسابقة السباحة بتاعت المدرسة. Experiment لا، treatment لا، competition مسابقة وهي المجابة المطلوبة عند charity لا. Number three, from your opinion, from your point of view, or viewpoint، من وجهة نظرك أنت، what space a hero؟ إيه ماذا اللي يصنع بطلا؟ ما الأشياء الحاجة التي تصنع بطلا؟ التي تصنع إيه؟ التي تصنع بطلا. طيب يبقى what does, what has, what takes, what makes. هي what makes. Number four. A surgeon knows how to look inside. ده انا قلتها اصلا من غير ما اقرا، لان احنا قلناها ثلاث اربع مرات. A surgeon knows how to look inside the body to help people who are ill. Not out of, for or towards. Number five. My grandfather was a space. جدي كان ايه؟ He used to help poor children. الله يرحمه بقى. هو دلوقتي كان ايه بقى؟ اعتاد ان يساعد الاطفال الفقراء. يبقى عندي هاني كلينر، عامل نظافه، لا كمبيوتر بروجرامر اور برنسس. طبعا مش هيبقى برنسس ماي جراند فادر، يعني هيبقى كده يعني. يبقى هنا تشاريتي ايه؟ تشاريتي وركر. نكمل هذه الجزئيه ابطال هانت. نمبر 6. ذا فيلم از بيست اون ريل سبيس. يعني الفيلم ده مبني على احداث حقيقيه. أحداث إيه؟ حقيقية. Events, competitions, sports, finals. طبعا عندي إيه؟ Events. يبقى this film is based on real events. Number 7. You must not take space without asking the doctor. اوعى تاخد الدواء من غير إذن الدكتور ولا تسأله وتستشيره. لا خالص. يبقى you must not take medicine without asking the doctor. إيه طبعا دي إيه؟ دي إيه ودي إيه برضو؟ ممكن التالتة إيه؟ How did you space when you saw the lion yesterday؟ كيف يعني حسيت بإيه لما شفت الأسد امبارح؟ اترعبت. How did you feel؟ How did يبقى اللي اللي كانت من ضمن الـ WH questions، خلي بالك. How did you feel؟ أنا حليتها برضو. How did you بعدها فعل في المصدر، يبقى فيلز مش مصدر، فيلز مش مصدر، وفلت مش مصدر، يبقى فيل مصدر. Number 9. إيه ده برضو؟ Egypt's football team، فريق كرة القدم المصري، space the Africa Cup of Nations in 2010. يبقى كسب بقى، ده ماضي بقى. يبقى عندك وين مش هتاخدها، وان هي الإجابة المطلوبة، عند وينج مش هتاخدها، عند يوز تو وين مش هتاخدها. بعد كده نمبر 10. space your uncle born in 1961. هل ولد عمك او خالك، جوز عمتك او خالتك 1961؟ خلي بالك هنا او ما ينفعش اقول ديد، اوعى تدور على ديد. اولا مبدئيا مش هاخد ديد، مش هاخد دو ولا وير، حلو، لان دي يور انكل ده كانه هي يعني. يا اما واز يا اما ديد، اوعى تلخبط. انا لان انا الحاجات دي بلاحظ ان طلبه بيغلطوا فيها، مش عارف ليه. يقول لك طب ما في واز سواك دي فيفر تو بي وديد. لو ديد فاعل مصدر، طيب لو ديد فاعل مصدر هنا ما ينفعش ديد، يبقى ناخد واز. واز يور انكل بورن كذا، يس هي واز، نو هي واز نوت. نيجي بعد كده نمبر 4. complete the sentence with the correct form of the word words in brackets. نمبر 1. he met Aunt Reem when he was 20 and they got married in 1983. يا كل ده ماضي، عايز تقول لي بعد كل ده تقول لي ميت؟ he met قابل طنط ريم لما كان عنده 20 سنة واتجوزوا سنة 1983. مش عارف عن كام سنة جواز دلوقتي. نمبر 2. the teachers، خلي بالك دي جامعة يا بطل، be not angry yesterday because we all did our homework. يبقى المدرسين ما كانوش زعلانين غضبانين امبارح لان احنا عملنا الواجب. ايوه كده، برافو عليكم. وهتقول لي was not، وانا بحل كده كنت اكتبها was not صراحه، لقيت ان تيتشرز جامعه يعني، فمعلش انا were not. شفت انا بذاكر اهو، انا بذاكر قبل ما اشرح لك اهو. يبقى the teachers were not. بعد كده did Nancy، وبعدها مصدر spent the ماضي، يبقى spend. بعد كده نمبر 4. spend a nice holiday يعني. بعد كده عندي my father space worked last Monday. طب ايه الغلط يا مستر اللي في الجمله دي؟ اقول لك it was a holiday.
ما هي كانت اجازه بقى، بابا ما كانش يشتغل بقى، يبقى didn't work، يبقى didn't ايه work، المفروض انا اكتب هنا ايه work معايا، يبقى didn't work. ماشي يا بطل. نيجي بعد كده السؤال الاخير اللي وعدتك بيه، write a paragraph of 90 words on your hero، البطل الحقيقي في حياتك هو والدك او والدتك. مش تيجي تقول لي فلان ولا فلان ولا فلان، سيبك من كل ده، بابا وماما حبيب قلبي، حد من العيله كده يكون اثر فيك. وخلي بالك ما تعدش ورايا الجمل، الجمل دي الكلمات عددها 100 كلمه من الاخر كده، يعني انا عديتهم، ما عديتهم ازاي مالكش دعوه، دي 100 كلمه، 100 غير يور هيرو، يعني لو حطيت يور هيرو تبقى 102، ما علينا. وكاتب لك جمل بسيطه كده سهله ماشي، عشان تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، خلي بالك. ودي بالالوان بقى، جمل بسيطه عن بابا بقى، انت لو اتكلم عن بابا ربنا يخليه لك. يعني اولا بتسيب اندنت، حته مسافه صغيره كده بمقدار سنتي كده، يعني ما مش بتكتبها طبعا، تبدا بكابيتال ليتر والجمله فول ستوب في الاخر والبنكتويشن والجرامر وكل الحاجات اللي الحركات اللي احنا بنقولها دي. ماي هيرو از ماي فاذر، بطلي هو والدي، حلو الكلام. طيب هي از سترونج كايند اند اولويز هيلبس مي وين اي نيد هيم، هو قوي ولطيف وعطوف ودائما يساعدني عندما احتاجه. My father works hard every day to support our family، يعمل والدي كل يوم بجد ليدعم عائلتي، لدعم عائلتي. He teaches me important lessons about life and how to be a good person، هو يعلمني دروس مهمة جدا عن الحياة وكيف أكون شخصا جيدا. When I am sad، عندما أكون حزينا، he makes me smile، يجعلني أضحك. He always listens to me and gives me advice، دائما يستمع لي ويعطيني النصائح أو ينصحني. My father is brave and never gives up no matter how difficult things are، والدي شجاع ولا ييأس مهما كانت الأمور صعبة، حلو كلام. I admire his patience and wisdom، يعني أنا معجب بصبره وحكمته، حلو اللغة العربية دي. He is my role model، هو النموذج الذي أحتذى به، ده الرول موديل بتاعي مش أي حد. And I hope to be like him when I grow up، وأريد أن أكون مثله عندما أكبر. My father is my true hero، My father is my true hero، حلو الكلام يا ابطال. كده الفيديو خلص دلوقتي في ساعه و12 دقيقه ونص تقريبا كده. يعني ما تنسوش تعملوا القناه بلايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس يا ابطال علشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، وبرضه لو ما عجبكش الفيديو برضه اضغط لايك. ثانك يو.